مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والولاد الممتازين يقولوا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. تمام. دلوقتي سيدنا محمد لسه مولود، والناس زمان أول لما يتولد طفل جديد كانوا يودوه يعيش في مكان اسمه البادية. البادية دي مكان واسع وجميل ونظيف، واللي يروح هناك جسمه بيبقى قوي وبيكبر وصحته بتبقى حلوة. وكانت بتيجي مرضعات ياخدوا الأطفال معاهم للبادية ويرضعوهم لبن عشان يكبروا. جت مرضعات كتير ووقفوا يسألوا الناس: حد عنده طفل صغير ناخده معانا البادية ونرضعه لبن عشان يكبر؟ الناس يقولوا لهم: أيوة، إحنا عندنا طفل أهو، خدوه معاكم للبادية. فياخدوه معاهم. مامة سيدنا محمد آمنة قالت لهم: أيوة، أنا عندي طفل لسه مولود. فيسألوها المرضعات: فين باباه اللي هيدفع لنا فلوس؟ تقول لهم: باباه مات. فيردوا المرضعات: لا، مش هناخده معانا. ياه، طب مامته وجده يعملوا ايه بقى؟ جده قال لهم: انا هديكم فلوس. بس برضو ما رضيوش ومشيوا. لكن كان في مرضعة اسمها حليمة، حليمة السعدية، وكان معاها جوزها وابنهم الصغير، وكانوا راكبين حمار ضعيف وبيمشي بالراحة بالراحة، وعندهم ناقة يعني جمل بتديهم لبن، كانوا بيحلبوها زي البقرة كده، بس كانت بتجيب لبن شوي صغيرين خالص. وكانت حليمة بتدور على طفل تاخده معاها البادية، بس ما كانتش لاقية ولا طفل. كل المرضعات خدوا كل الأطفال التانيين إلا سيدنا محمد، فقالت: خلاص، أنا هاخد الولد اللي بابا مات، قصدها على سيدنا محمد. فراحت لمامته وجده وقالت لهم: خلاص، أنا هاخد محمد معي، قولوا عليه الصلاة والسلام يا ولاد ويا بنات. عارفين إيه اللي حصل؟ حصلت حاجة عجيبة. أول لما أخدت سيدنا محمد معاها حصلت حاجات حلوة كتير. لقت الجمل الناقة الضعيف بتاعها اللي ما كانش بيجيب غير حبة لبن صغيرين بقى قوي وبقى بيجيب لبن كتير. وجت تركب الحمار الضعيف بتاعها عشان تروح بيه البادية، لقيته بقى أقوى وبقى يعرف يمشي بسرعة. المرضعات التانيين اللي معاها بقوا مستغربين ويقولوا: ازاي الحمار البطيء بقى قوي كده؟ ازاي حصل كده؟ عارفين ليه يا ولاد؟ عشان ربنا بيخلي كل حاجة حوالين سيدنا محمد تبقى أحلى مما هي عليه، ويبقى فيها خير وبركة من ربنا. وفضلوا ماشيين لغاية لما وصلوا البادية. حليمة كانت عايشة في بيت في مكان اسمه ديار بني سعد، وكان عندها أرض، بس السنة دي كانت أرضها لا فيها زرع ولا مية. بس العجيب إن أول لما وصلت ومعاها سيدنا محمد الدنيا مطرت، والزرع الجميل بدأ يطلع وبقت أرضها جميلة. حليمة قعدت تفكر: أول لما جبت محمد معايا حصل حاجات حلوة كتير. الطفل ده معاه خير وبركة من ربنا، بيخلي كل حاجة حواليه جميلة. فبقت حليمة فرحانة قوي بسيدنا محمد، وكبر سيدنا محمد في البادية لغاية لما بقى عنده سنتين وبقى جسمه قوي وأقوى كمان من الأطفال اللي قده. فكده خلاص كبر ولازم حليمة ترجعه لأمه. بس حليمة كانت بتحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعايزاه يقعد معاها وقت أطول. فراحت حليمة السعدية لأم سيدنا محمد وقالت لها: ممكن تسيبي محمد يفضل معايا شوية كمان؟ البادية مكان جميل وجوها حلو، ولو رجع ممكن يتعب، خليه معايا حبة كمان. وفضلت تتحايل على مامة سيدنا محمد آمنة بنت وهب لغاية لما مامته وافقت.
ورجع سيدنا محمد مع حليمة للبادية لمكان بيتها في ديار بني سعد. بس هتحصل مفاجأة هنحكيها الحلقة الجاية. اللهم صلي على سيدنا محمد. محمد نبينا أمه أمينة، محمد نبينا أمه أمينة. أبوه عبد الله متى ما رأى، أبوه عبد الله متى ما رأى. أبو طالب عمه كان يدافع عنه، أبو طالب عمه كان يدافع عنه.